أهلا بحضراتكم، حلقة جديدة من حديث الأخبار. أنا شادي شاش، وفي حلقة الليلة حنتابع تفاصيل عدد من القصص الإخبارية المتنوعة، وفي مقدمتها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي أنطونيو غوتيريش أمين عام الأمم المتحدة، حيث تناول اللقاء العديد من الموضوعات الدولية والإقليمية مع التركيز على تطورات الأوضاع في قطاع غزة. نتطرق أيضا إلى لقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم بالدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية لمتابعة عدد من ملفات عمل الهيئة خلال الفترة الحالية. وفي فقرتنا الحوارية يتجدد اللقاء مع الكاتب الصحفي الأستاذ رفعت رشاد، نتحدث معه عن استراتيجية الدولة لتمكين الشباب. ونبدأ أخبارنا من لقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حيث أكد الرئيس السيسي خلال اللقاء على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته لإنهاء الحرب وحماية المدنيين في قطاع غزة. وصرح المستشار الدكتور أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي استعرض الجهود المكثفة للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وتبادل المحتجزين وإنفاذ المساعدات الإنسانية بالقدر الكافي في لإغاثة المنكوبين بالقطاع سواء بالطريق البري أو من خلال الإسقاط الجوي، لا سيما مناطق شمال القطاع. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية السيد أنطونيو غوتيريش سكرتير عام الأمم المتحدة بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية ولواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة والسيد فيليب لازاريني مفوض عام وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا والسيدة إلينا بانوفا المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر. صرح المستشار الدكتور أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول العديد من الموضوعات الدولية والإقليمية مع التركيز على تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث استعرض السيد الرئيس الجهود المكثفة للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار وتبادل المحتجزين وإنفاذ المساعدات الإنسانية بالقدر الكافي لإغاثة المنكوبين بالقطاع سواء بالطريق البري بالتنسيق مع الأجهزة الأممية ذات الصلة أو من خلال الإسقاط الجوي لا سيما لمناطق شمال القطاع. وقد ثمن السيد الرئيس في هذا الصدد مواقف السكرتير العام من الأزمة الجارية وحرصه على الالتزام بمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ونشاطه المستمر لحث المجتمع الدولي على التحرك لإنهاء الحرب وحماية المدنيين، مؤكداً ضرورة اطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته في ذلك الصدد، ومشدداً على خطورة قطع بعض الدول دعمها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا فيما يعد عقاباً جماعياً للفلسطينيين الأبرياء. من جانبه أعرب السكرتير العام عن تقديره الكبير لدور مصر الإقليمي كركيزة محورية للاستقرار، مشيداً بالجهود المصرية للدفع نحو وقف إطلاق النار في قطاع غزة وحرص مصر على إبقاء منفذ رفح البري مفتوحاً بشكل متواصل على مدار الشهور الماضية منذ بدء الأزمة الراهنة، مشيراً إلى زيارته أمس إلى المعبر ومثنياً في هذا الإطار على ملامسه من جهد مصري ضخم لقيادة وإدارة عملية إيصال المساعدات إلى أهالي غزة على الرغم من العراقيل والصعوبات الشديدة التي تواجهها تلك العملية، معيداً التشديد على ضرورة وقف إطلاق النار لأغراض إنسانية ليتسنى إدخال المساعدات وتوزيعها بشكل فعال على أهالي القطاع. اللقاء شهد تطابقاً في المواقف بشأن خطورة الموقف وضرورة تجنب تغذية العوامل المؤدية لاتساع نطاق الصراع، وكذلك الرفض التام والقاطع لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم والرفض والتحذير من أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية بما لها من تبعات كارثية على الوضع المتدهور بالفعل. كما شدد السيد الرئيس والسكرتير العام للأمم المتحدة على حتمية حل الدولتين كمسار وحيد لتحقيق العدل والأمن والاستقرار بالمنطقة وضرورة تهيئة الظروف الملائمة لتفعيله. ينضم إلينا على الهاتف الدكتور جهاد الحرازين أستاذ العلوم السياسية. بعد التحية لك دكتور، إذا كيف تتابع الجهود المصرية المتواصلة لوقف إطلاق النار في غزة في ضوء طبعا زيارة غوتيريش لمصر ولقائه بالرئيس السيسي؟ يعني أولا بعد التحية لك ولكافة المشاهدين الكرام، أعتقد بأن هناك جهد كبير مصري يبذل في هذا السياق على مجموعة من المسارات المتعددة التي هي بالأساس
تستهدف حماية القضية الفلسطينية وإنقاذ الشعب الفلسطيني من حرب الإبادة التي يتعرض لها. ولذلك يخصص الرئيس عبد الفتاح السيسي جزء كبير من وقته في سياق المباحثات أو الاتصالات والمشاورات التي يجريها مع قادة دول العالم ومع مسؤولي الوكالات والمنظمات الدولية لإنقاذ الشعب الفلسطيني ومحاولة وقف العدوان المتواصل من قبل الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وخاصة ما يتعرض له قطاع غزة من حرب إبادة متواصلة ومستمرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي. ولذلك يأتي هذا اللقاء من جملة اللقاءات التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي والاتصالات والمشاورات مع العديد من قادة دول العالم. ولذلك نجد بأن هذا اللقاء ركز اليوم على مجموعة من القضايا المهمة، أولا لما يتعلق بضرورة وقف العدوان وضرورة إدخال المساعدات بشكل كامل، والتأكيد من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي لأنطونيو غوتيريش حول الدور الذي يجب أن تقوم به الأمم المتحدة والوكالات الدولية في العمل على مساعدة أبناء الشعب الفلسطيني، أولا في السياق المتعلق بإدخال المساعدات وعملية الإغاثة الإنسانية، وثانيا بما يتعلق بالجوانب التي يلتزم من خلالها كافة أطراف المجموعة الدولية بالقانون الدولي وبالاتفاقيات الدولية، وهذا الدور الذي يلقى على عاتق مؤسسات المجتمع الدولي وخاصة مؤسسات الأمم المتحدة سواء الجمعية العامة أو مجلس الأمن أو حتى مجلس حقوق الإنسان الدولي. ولذلك كان التأكيد الصريح اليوم من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي والمطالبة من لنظيره أو لأمين العام للأمم المتحدة بضرورة بذل المزيد من الجهود لوقف العدوان وضرورة أن يكون هناك إحلالا للسلام والاستقرار بالمنطقة. ومن جانبه كان هناك الموقف الإيجابي من قبل الأمين العام أنطونيو غوتيريش عندما أكد على دور مصر ومكانة مصر والدور الذي تبذله مصر على المسارات المختلفة. وعندما يتم الحديث عن المسار الإنساني نجد بأن مصر التي قدمت أكثر من 80% ومصر التي من المساعدات ومصر التي تفتح معبرة على مدار الساعة لإدخال المساعدات والاستقبال الجرحى والمرضى الفلسطينيين ومعالجتهم بداخل مستشفياتها، بالإضافة إلى الحراك السياسي الذي تقوده القيادة المصرية على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع دول العالم، مع التأكيد على ربط فكرة التهجير القسري الذي حاول الاحتلال أن يمرر هذا المخطط. من هنا تأتي الأهمية التي عبر عنها الأمين العام للأمم المتحدة عن دور مصر ومكانة مصر. ولا ننسى الزيارة التي قام بها يوم أمس إلى معبر رفح، والتأكيد من هناك من معبر رفح على أهمية هذا المعبر وهذا المكان لإدخال المساعدات ولدخول المرضى والجرحى إلى المستشفيات المصرية، باعتبار معبر رفح هو الرئة التي يتنفس من خلال أبناء قطاع غزة. ووجه رسالته إلى العالم بأسره إلى كافة الدول المتنفذة في العالم بضرورة أن يكون هناك وقفا ولجما لهذا العدوان والعمل على إدخال المساعدات بشكل كامل وبشكل متدفق وإنقاذ الشعب الفلسطيني من الكارثة التي حلت به، حيث وصف الأوضاع الكارثية والمأساوية بقطاع غزة بأنها لا يمكن تحملها أو لا يمكن تصور هذا الأمر. وعندما تناول طعام الإفطار اليوم تحدث وقال كيف لي أن أفطر اليوم وهناك شعب لا يجد ما يفطر عليه خاصة في قطاع غزة، ولقاؤه بالعديد من القيادات في داخل المجتمع المصري سواء بوزير الخارجية المصري أو بشيخ الأزهر هي رسالة تأكيد على أن الأمم المتحدة اليوم تقف موقف حقيقي باتجاه ما يجري في الأراضي الفلسطينية من اعتداءات متواصلة من قبل الاحتلال، وهي تنحاز بكل مؤسساتها باتجاه القانون الدولي وباتجاه الاتفاقيات الدولية. ولكن نحن نعلم جيدا بأن هناك إرادة الدولة تقف أمام إرادة المجتمع الدولي عندما يتم استخدام حق النقد الفيتو في مجلس الأمن الجهة التنفيذية للأمم المتحدة. ومن هنا كان التأكيد من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة أن يكون هناك دورا أكبر للأمم المتحدة ولكافة المؤسسات الدولية، والتي اغتنم فرصة لقائه بالأمين العام ليرسل رسالة إلى العالم بأسره وإلى كافة دول المجتمع الدولي وقد دول العالم بضرورة أن يكون هناك موقفا أمميا موحدا من قبل كافة الدول
العالم باتجاه ما يجري في الأراضي الفلسطينية، لأن ذلك يؤثر بشكل كبير على المنطقة وعلى العالم بأسره، ليس فقط على المنطقة التي هي تتأثر بشكل كبير من هذه الحرب الدائرة ومن العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، بل هذا الأمر الذي سينتقل بالأساس إلى العالم بأسره، خاصة بأن هناك العديد من المشكلات التي تواجه العالم، سواء مشكلة الغذاء أو مشكلة المناخ أو مشاكل الأوبئة وانتشارها، كل ذلك هو يواجه العالم وبحاجة لأن يكون هناك حالة من الاستقرار. لذلك لم يترك الرئيس عبد الفتاح السيسي منبرا سواء محليا أو إقليميا أو دوليا إلا ويتحدث عن هذه القضية بضرورة إنهاء الاحتلال ووقف العدوان وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من أبناء الشعب الفلسطيني حتى تستقر المنطقة وحتى يكون هناك تفرغا لمواجهة الإرهاب ومواجهة المشكلات التي تواجه العالم بأسره. نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور جهاد الحرزين أستاذ العلوم السياسية. وننتقل مشاهدين أيضا على الهاتف إلى الدكتور محمد صادق إسماعيل مدير المركز العربي للدراسات. أهلا بك دكتور، وكيف تابعت لقاء الرئيس السيسي اليوم مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش؟ ويعني هذه الزيارة طبعا هي بتأتي في ظل جهود مصرية متواصلة دائمة لوقف إطلاق النار في غزة. تفضل. طيب، فقدنا الاتصال بالدكتور محمد صادق إسماعيل، نعود ونتصل به مرة أخرى عندما يتسنى لنا ذلك. إذا ننتقل إلى خبر آخر في حديث الأخبار، حيث التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم بالدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، وذلك لمتابعة عدد من ملفات عمل الهيئة خلال الفترة الحالية. في مستهل اللقاء جدد رئيس الوزراء الإشارة إلى ما يحظى به قطاع الصحة والدواء من اهتمام من قبل الدولة، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمرة بالعمل على توفير مختلف الإمكانات والمتطلبات التي من شأنها أن تسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال هذا القطاع، وكذلك ما من شأنه توطين صناعة الأدوية في مصر. وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء دعم مختلف الجهود التي من شأنها تطوير أساليب ومنهجية العمل بهيئة الدواء المصرية، سعيا لحصولها على الاعتماد من قبل منظمة الصحة العالمية في مجال الأدوية. ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة. أهلا بك دكتور، كيف ترى الاهتمام من قبل الدولة بقطاع الصحة والدواء أثر ذلك في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين؟ أهلا، مساء الخير أستاذ شادي. أهلا بك، حضرتك طيب. حضرتك طيب. طبعا يعني نقطة مهمة، لأن طبعا ملف الدواء ملف استراتيجي، وزي ما احنا متابعين يعني كل أسبوع بيبقى فيه دايما لقاءات في اهتمام سواء من مجلس الوزراء من مصطفى مدبولي او من الرئاسه من كابتن الرئيس، ان ملف الدواء ما يحصلش فيه انقطاع سواء من السبلاي او الامداد لجوه داخليا او لتحسين الملف يعني تهيئته ان احنا يبقى في الاخر كمكان هب او مكان مركزي للتصدير. طبعا النهارده ومن اول حتى هيئه الدواء المصريه ما انشئت من 2019 ويعني اتفعلت من اول 2020، في اهتمام ان احنا نرفع مستوى الملف من حيث الجودة، حيث ان احنا يبقى زينا زي الملف والموافقات بتاعته في هيئة الدواء الاوروبية وهيئة الدواء الامريكية. يعني سعي الحصول على الاعتماد من قبل منظمة الصحة العالمية. ده حقيقي يعني، وطبعا هيئة الدواء خدت كذا اعتماد، منها الاعتماد من منظمة الصحة العالمية. الاعتماد بيبقى فيه كذا ليفل، احنا حاليا تم اعتماد هيئة الدواء المصرية على المستوى الثالث. احنا نتكلم في مستويين مهمين جدا في الريجستريشن والبرايسنج، يعني في تسجيل الدواء وتسعيره، وفي الكواليتي او في معيار الكفاءة اللي يخلي في سهولة في تصدير الدواء. طبعا احنا لو بنتكلم على نقل التكنولوجيا، ان انا يبقى عندنا المصانع اللي موجودة في مصر ينفع ان هي تصدر الدواء ويبقى بنفس المواصفات العالمية، ده موضوع مش سهل. طبعا هيئة الدواء ابتدت فيه من زي ما قلنا من 2020، وساعتها كان في مصانع كتيره موجوده في مصر، منها المصانع اللي اوريدي بتشتغل بقياسات عالميه وينفع تصدر، ومنها مصانع تحت شويه المستوى العالمي. طبعا حصل حاليا ان هو منع لاي مصنع يبقى موجود في مصر الا اذا كان المستوى بتاعه يوافق مستوى التقييم بتاع منظمه الصحه العالميه. ده يخلي اي دواء موجود في مصر من اي مصنع خلاص احنا كده مش محتاجين نقول هو ده طالع من اي مصنع، كلهم موجودين بنفس المواصفات القياسيه
بحيث ان احنا نقدر نصنع، وخصوصا التصنيع والتصدير للدول الافريقيه، لان احنا طبعا احنا الحمد لله احنا بنصنع حاليا للاحتياجات المحليه في حدود 92%، يعني 92% من احتياجاتنا من الدواء بيتم تصنيعه محليا في مصر، و8% بيتم استيراده. عكس الدول الافريقيه، احنا الدول الافريقيه بتستورد في حدود ما بين 80 ل 85% من احتياجاتها وبتصنع بس 15%. هو سوق واسع جدا وسوق سهل ان احنا يعني نرجع تاني بلينا الرياده فيه. احنا اقدم مصنع موجود، احنا عندنا مصانع شغاله من قبل الستينيات كمان. فطبعا الابجريد وفكره نقل التكنولوجيا للمصانع اللي موجوده هيخلينا نبقى الهب الرئيسي لافريقيا، سواء للمواد الخام الاوليه، احنا بنستورد المواد الخام الاوليه ونعيد تصنيعها بعد كده نصدرها للدول الافريقيه والدول بعد كده الاوروبيه، او الحاجه الثانيه ان احنا نبتدي نفتح مصانع للمواد الخام الاوليه اللي احنا حاليا بنستوردها سواء من الصين او من الهند، لان زي ما حضرتك عارف حتى لو احنا بنصنع في مدخلات صناعه كثيره لسه دوليريه في صناعه الدواء. طيب المواد الخام نقطة مهمة يا دكتور إسلام، يعني ما أهمية أن احنا نصنع جزء من هذه المواد الخام في مصر؟ مهم جدا، لأن طبعا احنا الدواء مرتبط ارتباط يعني كبير بالدولار حتى لو كان بيتم صناعته محليا. بالتوجهات اللي موجودة سواء من هيئة الدواء أو من رئاسة الوزراء أن احنا يبقى عندنا مصانع للمواد الخام، ده اللي يخلي مدخلات الصناعة جزء كبير منها مدخل محلي مصري معتمد على الدولار، فبالتالي حتى لو في عدم استقرار للعمله، في ارتفاع وانخفاض في الدولار مقابل الجنيه، هيبقى السعر اللي متسعر بيه الادويه في مصر هو سعر موازي للاقتصاد المصري وموازي للجنيه. ده كويس محليا عشان لثبات الاسعار، ان احنا حاليا مثلا هيئه الدواء ابتدت تستقبل الملفات اللي عايزه تزيد فيها اسعار الدواء، وهيبقى كمان كويس للتصدير لان ساعتها هيبقى سعر الدواء محليا ارخص لو حولناه لدولار، فبالتالي يبقى عندي تنافسيه في التصدير لان انا بصنع بالعمله المحليه وبصدر بالعمله الاجنبيه، فبالتالي طبعا هيبقى في تنافسيه مع بقيه الدول اللي اوريدي تكلفه الانتاج فيها عالي زي الاردن والسعوديه، ودول اللي احنا دول الثلاث بلاد اللي موجود عندهم صناعه قويه في التصدير ودايما بننافس بعض احنا والاردن والسعوديه. ده بجانب ان برضه هيئه الدواء خدت اعتماد الاي سي اتش اللي هو هي اكبر مؤسسه عالميه بتعمل برضو نفس زي WHO كده بس في موضوع التسجيل والتسعير. فبالتالي بقى عندنا التسعير كل مميكا، يعني خلاص حيث الدواء بقت 100% من اول تقديم ملف لغايه الموافقات كل مميكا كله الكتروني لغايه المواصفات الفنيه اللي موجوده لكل دواء. احنا كده عندنا منظمه الصحه، عندنا الاي سي اتش WHO والاي سي اتش، الاثنين يخلوا هيئه الدواء المصريه كانها بالظبط بنتكلم زي هيئه الدواء الاوروبيه. المواصفات نفس القياسات، احنا عندنا السوق المحلي هيبقى ليه ستاندرد، السوق العالمي ليه ستاندرد، وهيبقى عندنا نقطه ودي الحاله المهمه جدا اللي تحقق لغايه 2030 هي فكره نقل التكنولوجيا الطبيه. احنا لو قلنا احنا بنصنع 92% من احتياجاتنا بس احنا عندنا 8% من الادويه اللي هي معقده اللي بنسميها الادويه البيولوجيه دلوقتي بيتم استيرادها بالكامل. كابتن الرئيس في افتتاحه لهيئه الدواء في مدينه الدواء المصريه كان الهدف منها الاساسي ان احنا بنصنع كمان ال 8%، فاحنا بدانا في مشروع البلازما. ايوه. وبدانا في تصنيع الادويه اللي هي البيولوجيه اللي هي للسرطان والادويه المناعه وخلافه. النوعين دول من الادويه هي كل مشكلتهم في طرق الصناعه. فلما نبدا في نقل التكنولوجيا الطبيه وده اللي حصل في اللقاحات وبيحصل دلوقتي في الدواء. احنا هنبتدي نمرن الايدي العامله اللي موجوده في مصر في المصانع، هو ازاي يتعامل مع الادويه البيولوجيه، هنبتدي نلاقي التكنولوجيا ده اللي حصل مع الشركات المتعدده الجنسيات. احنا شفنا تقريبا من 2020 لغايه دلوقتي كل ست شهور بيبقى في اتفاقيه مع شركه دواء عالميه جديده احنا ننقل التكنولوجيا بتاعتهم من سويسرا ومن المانيا ومن امريكا ومن انجلترا، دول الاربع بلاد غالبا، لمصر، ان احنا على 2030 يبقى احنا كان بنصنع 8% الفضله من احتياجاتنا اللي موجوده في مصر. طبعا ده ان شاء الله باذن الله لما يخلص واللي هو احنا مشروع البلازما اتحط له بدل 2030 هيخلص 2026، يعني 2026 البلازما 2030 يبقى ادويه بيولوجيه، هنبقى الدوله الاولى في المنطقه اللي بتصنع 100% من احتياجاتها، وهنبقى الدوله الاولى كمان في المنطقه وافريقيا اللي بتصنع ادويه بيولوجيه وتقدر ان هي تصدرها. هنا دي هتبقى نقله كبيره للسوق الدواء، احنا بنتكلم طبعا في سوق يعني على المستوى العالمي ده اكبر سوق في العالم طبعا كفلوس اكتر من سوق السلاح كمان. في مصر احنا بنتكلم في سوق الدواء بنتكلم في اكتر من 100 مليار. احنا نقدر بسهوله نضاعف 100 مليار تبقى 200 مليار لما نبتدي نصدر، يعني زي ما نفس الانتاجيه اللي احنا بنعملها محليا نبتدي نصدرها كمان لافريقيا بس حتى بدون خروج مثلا للشرق الاوسط او لاسيا او لاوروبا.
وده باذن الله يعني الخطوات اللي ماشيين فيها بنشوف كل سنه المايلستون او الخطوه الاساسيه اللي بتحصل بتتحقق بالفعل. احنا مستنيين باذن الله كمان يعني 26 البلازما تحصل، هيبقى احتياجاتنا ممكن ببساطه نقول كده احنا بقينا تقريبا 95% من احتياجاتنا كفرد وبتتصنع كلها محليا باذن الله. اتمنى هذا. طيب يا دكتور، يعني كيف يساهم هذا التوطين والتطوير لصناعه الدواء في تقديم افضل الخدمات الطبيه للمرضى في مصر؟ دي مهمه بقى. احنا ممكن ندي مثال برضه عشان ما نبقاش نتكلم بس على المستقبل. احنا مثلا ممكن نتذكر ايام كورونا. احنا بسبب اللي احنا بنتكلم فيه وان كان هيئه الدواء اوريدي شغاله ساعه ازمه كورونا، احنا الحمد لله من الدول القليله جدا على مستوى العالم ما حصلناش اي مشكله في الدواء. لو حضرتك تتذكر كان اول شهرين ثلاثه في شويه سحب للادويه في التخزين والناس كانت خايفه. بعد كده مصر عرفت ان هي تنتج كل بروتوكول كورونا محليا، فما كانش عندنا اي انقطاع مثلا في الامداد ولا في اي مستشفى للبروتوكولات الحالات الخفيفه او الحالات المتوسطه او الحالات الحاده من كورونا. نفس الكلام الحمد لله بيحصل في كل الامراض الحاليه. احنا نقدر نقول ان مصر بتصنع وبتورد من يعني بتسجل هيئه الدواء بتورد من هيئه الشراء لكل المستشفيات ادويه محليه الصنع تقدر تكفر اي اللي بنسميها ازمات دوائيه. فبالتالي احنا تعرضنا لكذا ازمه في مستوى العالمي في انقطاع مثلا سلاسل الامداد، عرفنا ان احنا نغطيها محليا. الحاجه الثانيه في موضوع سياسه الامداد للمستشفيات، احنا عندنا حاليا هيئه الرعايه اللي هي ماسكه التامين الصحي الشامل الجديد، يبقى عندنا مستشفيات بالكامل المريض بيقدر يروح يتعالج وياخد الدواء مجانا من اول الادويه الحاده وادويه الصداع لغايه الادويه المزمنه والسكر والضغط. كل ده دلوقتي مجانا، فابتدى يبقى في منظومه بنسميها المنظومه الاستراتيجيه للتخزين، فبقى عندنا دايما مخزون استراتيجي 6 شهور بحيث ان احنا نبقى ضامنين ان ما فيش اي انقطاع هيحصل للمرضى. ابتدى يبقى في صرف للمرضى مثلا كل 3 شهور او كل 6 شهور عشان برضه نضمن ان يبقى في امداد للمرضى، ما يجيش مثلا مرضى سكر او ضغط يبقى عنده شهر واقع ان هو في الاجراءات وخلافه. موضوع الاجراءات ده مهم لان هو ابتدى يبقى مميكن، فبالتالي ما فيش داعي ان المريض يبتدي يقدم من جديد كل شويه ورقه فيبتدي يبقى عنده شهر وقع بسبب ان في عنده بيبر وورك او ملفات محتاج ان هو يقدمها تاني مثلا للتامين بتاعه. ده كله مهم ان احنا نبقى واخدين احنا بنسميها البيشنت جيرني او رحله المريض من اول ما يروح يكشف لغايه الاستمراريه في العلاج، ما بقاش فيها اي انقطاع او اي مشاكل بسبب البيبر وورك او بسبب ان هو بيقدم الورق من اول وجديد. كله طبعا 70% منه دواء، 30% منه الخدمات الاخرى، فده حاليا موجود بالمنظومه المميكنه اللي ما بين هيئه الدواء وهيئه الشراء وهيئه الرعايه وهيئه التامين الصحي الشامل. ممتاز جدا. انا بشكرك دكتور اسلام عنان استاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الاوبئه. أطلقت الدولة العديد من المشروعات البيئية كجزء من استراتيجية مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحويل التحديات البيئية لفرص استثمارية وخاصة السياحة البيئية باعتبارها المستقبل لما تتمتع به مصر من مميزات. تم إعلان المدن الخضراء بالمحافظات واللي بدأت بشرم الشيخ أو مبادرة جرين شرم لتحويل كل شيء في المدينة لصديق للبيئة. تلها إعلان مدينة الخارجة بالوادي الجديد أول مدينة خضراء. حاليا بتستعد الدولة لإطلاق مشروع الغردقة الخضراء وتطوير 4 محميات طبيعية في محافظة البحر الأحمر. للمزيد بينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ محمد كارم الخبير السياحي. أهلا بك أستاذ كارم. في البداية عايزين نعرف أهمية السياحة البيئية وإيه هي السياحة البيئية؟ أهلا وسهلا بحضرتك وأهلا وسهلا بالسادة المشاهدين. طبعا اهتمام الدولة خلال الفترة اللي فاتت بالسياحة البيئية، وهي بالمختار يعني هي ليها حاجات كتيرة، بس احنا عن الاستمتاع بجمال المناظر الطبيعية، وهو نمط جديد من أنماط السياحة تمت إضافتها على الأجندة السياحية. وطبعا السائح بيجي يشوف جمال الطبيعة وجمال المحميات الطبيعية اللي موجودة في مصر، ويمكن زي ما حضرتك أشرت إن محافظة جنوب سيناء وبالتحديد مدينة شرم الشيخ تعتبر من الأوائل المدن الصديقة للبيئة، والتطوير اللي حصل فيها في المحميات الطبيعية زي محمية راس محمد وكاترين ونب، وده يعتبر السياحة البيئية سياحة صديقة للبيئة والاهتمام بالبيئة. كيف ترى ما تقوم به الدولة من جهود يعني للتحول للأخضر فيما يتعلق بالسياحة البيئية على وجه الخصوص؟
طبعا الاهتمام خلال الفترة اللي فاتت والقيادات السياسية، ومش اهتمام بس من وزارة السياحة، لا ده اهتمام بجميع الوزارات للسياحة البيئية والتوسع والتحول الأخضر خلال الفترة اللي فاتت، والخطوات والإجراءات المتتالية للقيادة التحول الأخضر في الاقتصاد كمان، وضع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، وطبعا استخدام المصادر الطاقة البديلة زي الهيدروجين الأخضر واستخدام الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء من استخدام الطاقة الشمسية، كل ده طبعا، والتحول في العربيات أو الأوتوبيسات السياحية من التحول للبنزين للتحول للغاز الطبيعي، فكل ده طبعا بيساعد على ان مصر في جميع محافظاتها تكون صديقة للبيئة أو أماكن فعلا تستاهل ان هي تكون من اوائل المدن في السياحه البيئيه. كل ده طبعا لازم يتزامن مع وجود خطه ترويجيه ليعني مقومات السياحه البيئيه في مصر. طبعا، وطبعا ووضع السياحه البيئيه على اجنده السياحه خلال الفتره اللي فاتت، واهتمام القيادات السياسيه بالسياحه، ده بشكل كبير ساعد على وجود كذا مدينة موجودة في مصر في السياحة البيئية، زي ما حضرتك أشرت دلوقتي أن محافظة الوادي الجديد ومحافظة جنوب سيناء متمثلة في مدينة شرم الشيخ، فكل ده طبعا بيتم وضعه على الأجندة السياحية للترويج لمصر سياحيا والترويج لمصر كنمط وشكل جديد ويمثل السياحة البيئية في مصر. السائح اللي بيهتم بالسياحة البيئية بيحتاج إيه لما يجي مصر يا أستاذ كارم؟ طبعا هو بيحتاج شكل مختلف عن السياحة الكلاسيكية اللي احنا بنتكلم فيها، بيحتاج طبعا ان هو يستمتع بالمشي وركوب القوارب الخاصة عشان يشوف المناطق الطبيعية اللي موجودة، وبيشوف كل حاجة على وضعها او الطبيعة او الطيور النادرة اللي في مصر، وبيشوف الاماكن اللي على طبيعتها في مصر من سواء جبال او في البحار، فكل ده طبعا ده نمط وشكل سياحي هايل. وهل في تغيير فيما يتعلق بالغرف الفندقية لازم يكون ليها مواصفات معينة مثلا؟ تكون متماثلة للبيئة، يعني مثلا محافظة زي محافظة الوادي الجديد بتعتمد مثلا على البنية او البنية التحتية للغرف الفندقية بتكون من الاملاح ومن الطين والاسقف من جذع النخيل، فده مناسب جدا للطبيعة او مناسب للبيئة المحيطة بالمكان السياحي اللي موجود في الفندق السياحي. أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة أستاذ محمد كارم الخبير السياحي. تتفاقم الخلافات بشأن الهجرة غير الشرعية داخل الولايات المتحدة بالتزامن مع استعداد المرشحين للرئاسة لخوض غمار السباق الانتخابي نحو البيت الأبيض والمقرر في نوفمبر 2024. بيستغل هذا الملف بشكل كبير في الحملات الانتخابية الرئاسية ما بين الرئيس الحالي جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب، واللي بيقترب من نيل ترشيح الحزب الجمهوري. بيحاول كل من بايدن وترامب كسب تأييد الناخبين حول واحدة من أكثر القضايا إثارة للانقسام في الولايات المتحدة. لا تزال الهجرة غير الشرعية تمثل أزمة عميقة في أمريكا، خاصة المكسيك اللي بتواجه مشكلات كبيرة مع جارتها الولايات المتحدة بسبب هذه القضية. في تطور جديد حول قانون الهجرة في ولاية تكساس الأمريكية، علقت السلطات هذا القانون مجددا، واللي بيستهدف تحديدا المهاجرين اللي بيعبروا بصورة غير قانونية إلى الولايات المتحدة من المكسيك. حذرت المكسيك من أنه تنفيذ قانون الهجرة المثير للجدل في تكساس، فإن البلدين سيواجهان توترا كبيرا مع عواقب بعيدة المدى على العلاقات بينهما. بينضم إلينا عبر الهاتف من نيويورك الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ ماك شرقاوي. أهلا بك أستاذ ماك، كيف ترى تأثير ملف الهجرة غير الشرعية على الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة؟ أهلا بك يا سيدي، أهلا بجمهورك الكريم. ما فيش شك أن ملف الهجرة هيكون من الملفات الساخنة في انتخابات 2024، والديمقراطيين دايما بيسمحوا بالهجرة غير الشرعية حتى يتزايد أعداد الذين يمكن أن ينضموا إلى الحزب الديمقراطي بعد أن يقننوا أوضاعهم أو بيستميلوا عائلتهم الموجودين في الداخل الأمريكي. وأعتقد أن الأسبان
بيمثلوا تقريبا يعني قرابه 30% من مجموع الاعداد الامريكان الموجودين في الولايات المتحده الامريكيه. فبالتاكيد هؤلاء العائلات سوف يفضلوا الحزب الذي يمكن ان يخفف اجراءات الهجره ويصدر قرارات العفو او قوانين العفو في الهجره زي ما حصل قبل كده، وزي ما الديمقراطيين بيجهزوا الى قانون الكرامه اللي هو ديجنتي لو، اللي هو بيدي الحق اللي موجود بقى له 5 سنين في الولايات المتحده الامريكيه ان يتقدم للحصول على اوراق ثبوتيه، وبعد 5 سنوات 7 سنوات يستطيع الحصول على الاقامه الدائمه في الولايات المتحده الامريكيه. ده قانون مقدم لسه لم يتم انفاذه، ولكن مقدم من الديمقراطيين. فهم بالتاكيد بيلعبوا دايما بكارت الهجره لكسب المزيد من الاعضاء الحزب الذين سوف يناصروا الحزب في الانتخابات القادمه في الولايات المتحده الامريكيه. اللي حصل في ولايه تكساس في قانون الاختصار بتاعه SB4، هذا القانون طلعته ولايه تكساس باعتبارها منفرده، ولايه منفرده، وبموجب هذا القانون يعني يجرم عبور الحدود، واذا كانت هناك جريمه فيمكن ان يقدم للمحاكمه ويمكن ان يحصل على احكام قد تصل الى 20 سنه سجن والقبض والترحيل الى خارج الولايه من الحدود الجنوبيه مع المكسيك. بالتاكيد الاداره في الولايات المتحده الامريكيه والرئيس جو بايدن يعترض على هذا الامر واستأنف هذه الاحكام بان الهجره هي من الملفات الفيدراليه وليست على مستوى الولايه، وان القانون الهجره هو قانون فيدرالي يسري على كل الولايات. كان الصراع ما بين المحاكم، المحكمه العليا يوم الثلاث اللي فات قالت لا تسمح لتكساس بالقانون. محكمه فيدراليه اخرى في مساء يوم الثلاثاء بعد حكم المحكمه الدستوريه العليا بانه يمكن ان يطبق القانون، علق قاضي فيدرالي جديد تنفيذ هذا القانون. فالقانون لم ينفذ الى الان، ولكن الصراع ما بين حق الولايه في ان يكون لها قوانين للهجره في داخل الولايه تتعارض مع فكرة أن القانون الهجرة من السلطة الفيدرالية على مستوى 50 ولاية. فالصراع بالتأكيد موجود ما بين السيد جريج أبوت اللي هو حاكم ولاية تكساس والصديق الشخصي والداعم للرئيس السابق دونالد ترامب، وما بين الإدارة الفيدرالية والرئيس جو بايدن. أعتقد أنه سوف يحسم لصالح الإدارة، لأن فعلا الهجرة وقانون فيدرالي تستطيع ان تدقق امنيا داخل الولايه زي ما عملت قبل كده ولايه اريزونا، وعملت قوانين في الداخل تستطيع انها تلاحق المهاجرين غير شرعيين وتقدمهم الى السلطات الهجره اللي هي سلطات الهجره اللي تتبع للاداره الفدراليه لترحيلهم، اللي هو القبض ويعني تسليمهم الى بيسموها الايس اللي هي الوكاله الفدراليه المخصوصة بإنفاذ قوانين الهجرة في الولايات المتحدة الأمريكية. الصراع لا زال موجود ولم يحسم بعد، وإن كانت المحكمة العليا هو صراع لم يحسم بعد، ولكن كيف يؤثر هذا الصراع على مجريات الانتخابات الرئاسية الأمريكية؟ طبعا يعني هناك جزء من الشعب الأمريكي يحمل الحزب الديمقراطي دائما نتائج هذه الهجرة غير الشرعية، ما مدى قوة هذا؟ كيف يؤثر هذا على حظوظ المرشحين؟ هو بالتاكيد هيأثر. احنا قلنا دخل ما لا يقل من 7-8 مليون مهاجر غير شرعي في الثلاث سنين ونص اللي فاتوا، ودول اثروا بالسلب على المجتمع الامريكي، خاصه في ولايه مثلا نيويورك في الشرق الامريكي. اكثر من 1.2 مليون مهاجر غير شرعي موجودين النهارده في نيويورك، وليس اغلبهم من اللاتينو او اللي هم من اصول لاتينيه، منهم افارقه ومنهم عرب ومنهم يمكن ان يكون مشكلات امنيه للمستقبل الولايات المتحده الامريكيه، زي ما قال السيد ميجواير المساعد للوزير الدفاع السابق جيم ماريس، قال ان هناك عشرات الالاف من عناصر حزب الله تدفقوا وفق هذه الموجات من الهجره غير الشرعيه داخل الولايات المتحده الامريكيه. فهناك شق امني بالتاكيد وامن قومي الامريكي، وهناك شق الاقتصادي ايضا، اقتصاد ولايه نيويورك بيتاثر بالسلب من وجود هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين الذين لا يعني يثمروا بأي من عوائد الولايه من الضرائب، انهم لا يدفعوا الضرائب ولا ولكن يستخدموا الخدمات، ويستخدموا الخدمات الصحيه ويستخدموا الخدمات العامه باعتبارهم مهاجرين غير شرعيين، وده بالتاكيد بياتي بالعبء على ميزانيه الولايه
مما أثر بالسلب على اقتصاد الولاية أيضا. هناك ركود اقتصادي في ولاية نيويورك بسبب 1.2 مليون من مجموع 20 مليون أمريكي موجودين في ولاية نيويورك. تخيل 1.2 من 20 مليون أصبحوا النهاردة زادوا على المهاجرين غير الشرعيين الموجودين أصلا في ولاية نيويورك. هل يعني الهجرة غير الشرعية دائما ما تأتي من المكسيك وفقط أم هناك دول أخرى؟ هي الوحيدة الحدود الجنوبية، لأن ما في هجرة يعني من كندا اللي هو الحدود الشمالية مع أمريكا، فهي فقط يعني الجنوب. المكسيك هي البوابة الملكية لدخول المهاجرين غير الشرعيين اللي ممكن يدخل عن طريقها مكسيكيين وغير مكسيكيين أيضا، وغير مكسيكيين بالتأكيد. ما دي كارثة. النهاردة الحصول على فيزة المكسيك أصبح صعب جدا، وبتدفع فيه 10 و15 لأنها بوابة عبور. الله ينور عليك. طيب أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المعلومات، الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ ماك شرقاوي، كنت معنا عبر الهاتف من نيويورك. ما زلنا معكم مشاهدين في حديث الأخبار على شاشة أكسترا نيوز، ونعود بعد الفاصل بحوارنا مع الكاتب الصحفي الأستاذ رفعت رشاد. ابقوا معنا. أهلا بحضراتكم. خطة متكاملة تبنتها الدولة على مدار السنوات الماضية من أجل تمكين الشباب في مختلف القطاعات والمجالات وإعدادهم وتحفيزهم للمشاركة في الحياة السياسية وتولي المناصب القيادية والتنفيذية في الجهاز الإداري. أطلقت الدولة العديد من المبادرات التي تستهدف تدريب وتأهيل الشباب وتمكينهم سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ليصبحوا عنصرا فاعلا ومؤثرا في المجتمع المصري. للحديث أكثر تفصيلا حول استراتيجية الدولة في تمكين الشباب، ورحب بضيفي الكاتب الصحفي الأستاذ رفعت رشاد. أهلا بحضرتك أستاذ رفعت. وزي ما قلنا في المقدمة أنها خطة متكاملة الحقيقة تبنتها الدولة لتمكين الشباب، إذا كان تمكينهم سياسيا أو اجتماعيا أو اقتصاديا من خلال مبادرات لا حصر لها. كيف ترى هذه الاستراتيجية وتأثيرها على المجتمع المصري؟ هو يعني هي استراتيجية موسعة وأساسية ولها أولوية لدى السيد الرئيس ولدى الدولة لتمكين الشباب، وهي لها فلسفة. يعني هي مش مجرد أن أنا عندي رغبة أن أنا أمكن الشباب، لا، هي لها فلسفة. الفلسفة الأساسية لهذا التمكين أن يتولى جيل مستقبلي قادر على قيادة البلد في الفترة القادمة بعدما يكون قد تم تدريبه وتم صقل مواهبه وتأسيسه تأسيسا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا بشكل يتناسب مع التحديات التي يمكن أن تواجهها البلاد في الفترة القادمة. السيد الرئيس يعني بدأ من بدري البرنامج الرئاسي اللي بدأ سنة 17، أكاديمية الشباب للتدريب، دي كلها مؤسسات تقوم على إعداد الشباب لكي يتولى المسؤولية. وإحنا شفنا نتاج هذا خلال السنوات الماضية، صار عندنا نواب محافظين، صار عندنا محافظين، صار عندنا نواب في مجلس النواب ومجلس الشيوخ، صار عندنا التنسيقية شباب الأحزاب التي تضم عدد كبير من شباب الأحزاب، يتم من خلالهم التنسيق بين الأحزاب السياسية المختلفة لتقريب وجهات النظر وللتعاون في إنجاز ما يمكن إنجازه من تشريعات أو من مسائل سياسية خاصة بالبرلمان وعلى الساحة السياسية بشكل عام. أيضا خلال هذه الفترة يجب أن ننظر إلى ما هو قادم. أنا عندي مشاكل متراكمة في المجتمع مش هقدر أحلها مرة واحدة، في ناس كوادر قديمة موجودة، في حاجات فيها فساد، في حاجات فيها كذا، لا، أنا بجهز ناس بعد كده تبقى الأمور بالنسبة لهم مؤهلة إن هم يتولوا المسؤولية ويقدروا يبدعوا من خلال تعليم متميز لهم، من خلال تدريب وتثقيف متميز لهم، من خلال ثقة الدولة فيهم ودفعهم في إلى الأماكن القيادية التي يتولونها. أيضا هناك التمكين الاقتصادي. أي مهم جدا. التمكين الاقتصادي، الدولة فتحت الباب والبنك المركزي فتح الباب لقروض والمشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ومتوسطة للشباب بفوائد بسيطة جدا. أي. وفتحت المجال لكي يعرف الشباب هذه المشروعات من خلال مؤسسات الدولة، بحيث أنه يتم توجيهه ويتم إنشاء هذه المشروعات في إطار الخطة العامة للدولة التي
تخدم الاقتصاد المصري وتخدم ما تهدف إليه الدولة من مشروعات في كل مجالات وفي كل الأماكن الجغرافية في البلد. بالنسبة للمجال الاجتماعي أيضا الدولة فتحت الباب لكي يشارك الشباب من خلال منظمات المجتمع المدني ومن خلال العمل التطوعي، ومؤخرا من فترة اللي فاتت التحالف الأهلي للعمل التطوعي أعطى الفرصة للشباب لكي يشارك بفاعلية في هذا المجال ويقدم خدماته ويكتسب خبرات من القديم، وهو نفسه يضيف خبرات جديدة، بما يجعل اتساع مساحة الشباب الذي يمكن أن يقود البلاد في الفترة القادمة كافية ومؤهلة، لأن الشباب عندنا والحمد لله يصل عدده إلى ما يقرب من 60% من الشعب وربما أكثر، منهم 30 مليون مثلا في سن العمل، قادرين على العطاء، قادرين على ان هم يبتكروا، قادرين على ان هم يديروا الاماكن اللي هم موجودين فيها، بخلاف طبعا عندنا ما شاء الله شباب في الجامعه يقدر يعني يسد. وده يفتح سؤال ثاني، يعني الشباب اللي ما زالوا في سن التعليم، الحقيقه ان الدوله في هذه الفتره بتهتم كثيرا بتعليمهم باسلوب مختلف يا استاذ رفعت، من جامعات تكنولوجيه بتفتح، من مدارس فنيه بيتم الاهتمام بها، يعني حتى الجيل الذي لم يتولى القياده بعد، لم يصبح كادر بعد، هو يؤهل تماما من خلال العمليه التعليميه. اكيد هو الدوله درست وبتدرس بشكل مستمر، يعني أصبح ما عندناش فقط جامعات حكومية فقط أو رسمية فقط، إنما أصبح هناك جامعات خاصة وجامعات أهلية، إذن هنا يعني مساحة التنوع موجودة. هذه الجامعات ممكن تتولى مسائل تكنولوجية أو تعليم تكنولوجي، مسائل فنية أو تعليم فنون أو تعليم ابتكار وإبداع وخيال، وهنا للتأهيل لسوق العمل، وهنا لإدارة الأعمال، ربط مخرجات التعليم بسوق العمل. مظبوط. وبالتالي هذا التنوع يفيد سوق العمل ويفيد المنتج النهائي اللي بيخرج من عقول الشباب لخدمة المجتمع. وطبعا جزء يعني من شبابنا هم من ذوي الهمم أيضا، لم تنساهم الدولة أبدا. ووفرت لهم كل السبل لكي يكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع يا أستاذ رفعت. هو طبعا الفترة دي فترة ذهبية الحقيقة لأخواننا من ذوي الهمم، وأصبحوا قادرين على المساهمة بشكل كبير جدا وفعال في كل مجالات المجتمع، بما فيها المجال السياسي، بما فيها الدولة حطتهم في البرلمان وعامله لهم نسب في المجالس المحلية. وعامله لهم كذلك الشباب 25% من المجالس المحلية للشباب تحت سن 35، بخلاف اللي ممكن يخش بعد كده بأكبر من كده. يعني المسألة كلها نوع من التخطيط المتكامل والشامل لكي يتولى الشباب مسؤولياته ويكون قادرا على ذلك، مؤهل ومدرب ويتم تثقيفه في المجال اللي هيشتغل فيه. مؤتمرات الشباب كانت علامة فارقة في خطة تمكين الشباب، ازاي حضرتك رأيت هذه التجربة وقيمتها ازاي؟ هو مؤتمرات الشباب دي كانت الأرضية الكبيرة اللي خرجت منها هذه المبادرات، خرج منها واتخذ القرار في أحد هذه المؤتمرات أو في أول مؤتمر اللي هو البرنامج الرئاسي، وبعده الأكاديمية، وده أدى بعد كده إلى التنسيقية، وكل الخطوات اللي جات بعد كده كانت مكملة لخطوة أولى اتخذت في مؤتمر الشباب اللي بعد كده استمر سنوات وانقطع في كورونا والكلام ده، دي ظروف يعني احنا خارجة عن إرادتنا، لكن كان يعني أرضية يعني مناسبة وخصبة لابتكار أفكار جديدة لكي يتمكن الشباب، بحيث ان هو يبقى خارج مؤهل بقدر علمي وممنهج واحتكاكه مع شباب اخرين من خلال منتدى طبعا شباب العالم، وليس فقط منتديات الشباب في مصر. تبادل ثقافات وتبادل زيارات وتبادل، والشباب في العالم جه وزار وشاف مصر، شاف مصر شكلها ايه، شاف شبابها شكله ايه، وبالتالي هذه الاجيال هي اللي هتتعامل مع بعضها في المستقبل. يعني نقدر نطلق على الجمهورية الجديدة يا استاذ رفعت جمهورية تمكين الشباب؟ ممكن طبعا، لان هو المسألة ليست قاصرة على ان هذا برنامج، إنما هي استراتيجية موسعة. فأنا ممكن الشباب في الاجتماعي، ممكن الشباب في الاقتصادي، ممكن الشباب في السياسي، إذن يعني هي مسألة يعني متداخلة بأفرع مختلفة وتنوع في المجالات، وليست قاصرة على سيكشن أو برانش واحد أو طريق واحد أو مسار واحد. يعني مش بقول ما أمكن الشباب فمكنه مثلا في الجامعة أو في، لا، فمكنه في السياسة، مكنه في البرلمان، مكنه في المحليات، مكنه في المجتمع المدني، بمكنه
في المشروعات كرجال أعمال صغار يعني، بمكنه في العمل الاجتماعي كتطوع وقيادة لمجتمع سيكون فاعلا في الفترة القادمة. وبالتالي هي استراتيجية موسعة تسمح للشباب بأن ينتشر في كل ربوع مصر. طيب رسالتك للشباب اللي تم يعني علشانهم كل هذه المبادرات وهذه الاستراتيجية لتمكينهم؟ أنا بقول للشباب يعني أنتوا يا بختكم الحقيقة يعني، لأنه لقيتوا رعاية كبيرة من الدولة تجعلكم قادرين على قيادة المستقبل، فانتهزوا هذه الفرصة ولا تغفلوها ولا تتركوها، واعلموا أن مصر تنتظر منكم الكثير. أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذا الحوار الأستاذ رفعت رشاد الكاتب الصحفي، ونراك على خير قريبا إن شاء الله. شكرا لحضرتك. مشاهدينا بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من حديث الأخبار على شاشة إكسترا نيوز، شكرا لمتابعتكم، إلى اللقاء.